يعني زيارتك ما بتتخيلي قد ايه عزيزه على قلبي. حبيبتي ميرسي بوكو، وانا مبسوطه كمان. ما بتحبيها يعني نحن منبلش بفنجان قهوه على رواق وعنا اسرار كثيره واعترافات كثيره بالحب. حلو، ما خبرتيني قبل. ما بده مين يخبرك. ما عرفت عن شو بدك تحكي. انت أصلاً. انت قد وقت انتبهي على الاسئله، في قفه قول هيدا مثلا باس باس. ما بعرف اذا الك قلب فيكي في اشياء بدها باس. انا بدي اقول انه ضيفتي اليوم تمتلك اسرار الحب، وقفشوا عنا حكي اليوم أنا وياكي، وقدي رح نكشف أسرار، قدي عنا اعترافات، وقدي رح نفاجئ ناس كتار. ما بعرف، أنا حاضرة تأسمع وتجاوب. أوكي، خلينا لكن نبتدي لنحكي عن الحب بالمطلق. ليه منحب؟ بحسابات وبلا حسابات. ليه أوقات مننغرم بأشخاص ما بيشبهونا؟ ليه اللي بيعذبنا ما منتركه دغري؟ هل منحب العذاب؟ ايه لا ايه بدك بلش جاوب ولا إيه؟ لا اقول لك بعد. يعني حاضره انت تجاوبي؟ انا حاضره على كل شيء. كل الاسئله اللي نحن يا ما طرحناها وما لقينا لها جواب. اكيد. ليه كل واحد يلاقي جوابات لحاله، كل واحد مختلف عن الثاني. طيب يلا انا حاضره. شو بيجذب الرجل؟ اي نوع امراه؟ حسب الرجل، حسب الرجل. انت بتعرفي انه نحن من نحن وصغار الإنسان بيتكون حسب جروح لإله هو صغير. في أول جرح للإنسان بيصير هو صغير، هو طفل، يا بيجي من الأم يا بيجي من البي. في يكون عدة جروح، في جروح الخيانة، يحس إنه أهله خيانة، جروح التخلي، إنه شخص تخلوا عنه أهله أو فلوا وهو كان لحاله بالبيت وخاف، أو جرح الإذلال، حدا قال له كلمة قدام الناس، البي أو الأم، وشعر الولد بإهانة معينة. هيدا الموضوع بكون له بالإجمال من دون ما يعرف، طبعا بالإضافة لبرجه، بالإضافة للجين تبعه الجينات كيف خلق، بكون له نوع من شخصية معينة ورغبات معينة. بصير الإنسان يحب يلي عنده هالجرح، بحب غير اللي عنده جرح الثاني، أو بتصير شخصيته مختلفة. مثلاً يلي عنده جرح الإهانة بيصير شخص عنده أجريسيفيتي، نوع من العدائية، أو بحب يظهر مظهر القوة إنه هو قوي كتير وما بيهمه شيء، وبيجذبوا بالنتيجة الأشخاص يلي أو بيمارس عليهم هالقوة أو هن بيمارسوا عليها هالقوة. فيس فيرسا، فيس فيرسا. حسب يلي عنده التخلي مثلاً، أهم شيء إنه الأبوندان، يعني الأبوندوني أبوندونمون، ما يصير عنده حدا يتخلى عنه. إذا تخلى عنه شخص بصير عنده نوع من العقد وبتعلق فيه أكثر. ليه؟ يعني لأنه هون ما جينا نقول إنه هول الترسبات من نحن وصغار هي يلي بتضيف لنلاقي برج يمكن مثل حدا نفس البرج بس مختلف الطباع، لأنه طبعاً خلفيته وبيئته وطفولته مختلفة. طب حسب الأبراج مين هو الرجل أو الرجال اللي بينجذبوا للمرأة اللعوب؟ القوس بالإجمال بحب هذه المرأة. واو. هي أكثر مرأة لعوب بكل الأبراج هي الحوت، مشهور المرأة الحوت هي يعني عقدة الرجال بالجمال. والله وهي بتشكلهم دايما علامة استفهام. يعني مثل كأنه لغز ما بيعرفوا. هي نعمة كتير بتكون، بس تعرف مانيبولاتريس، تعرف تعرف كيف بدها توصل لما مثل ما بدها. الرجال عادة بينجذب لها المرأة بس يكون هو عنده أكثر شيء البرج الناري، يعني القوس الأسد والحمل عادة بينجذبوا للمرأة يلي فيها إغراءات وبتشكل إغراءات عندهم بالإجمال يعني. بس هو كل الرجال بحبوا البرد بتغريهم، أنه الرجال بدهم إيموشن بكل الحياة. لا بتقولي لي 12 برج بحبوا المرأة. بحبوا مش اللعوب، بتحبوا المرأة يلي بتعرف أنه بتعرف تخليهم يضلوا يفكروا. إيه تخليهم يعني يشتغل راسهم. بحب المرأة بتشغله. ما بحب المرأة الهينة. ما بيحبوا الرجال يلي بتنيمهم على حرير، لا بدو يضلون ودايما دايما براسهم. بداية مهمة، قد ما تصعبي عليه بالأول قد ما يحبك بعدين زي الفترة. من هن النساء
اللي بيحبه الرجال او بينجذبوا للرجل المتزوج، وياما منلاقيهم بالمجتمع. ما في شيء بالمطلق بي 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 يعني بالابراج بدك منلاقي انه في ناس حبلك هيدا حسب دايما العقدة. اذا بالعقد هن وصغار يعني الرجل المأخوذ بيجذبهم، اذا هن وصغار في مشكله بين بيهم وامهم، صار في مشكله بين البي والام وشعروا انه امهم مظلومه، الام مظلومه، عادة بيعملوا انتقام لأمهم برجل متزوج. طيب بصير عندهم انتقام بدون ما يحسوا، بس مش ضروري إنه هي بدها تحب الرجل المتزوج حكما. لا مش ضروري، هلا فيها إذا بينجذبوا دائما للرجل المتزوج يعني عندهم عقدة. هلا في أبراج أكيد. يعني ما بعرف، في بعض النساء بنحس إنه مثل كأنه نوع من تحدي، إنه مثلا أنت متزوجة أنا بقدر آخذه، يعني منلاقيها هيدي عقد معقول، هيدي عقد مش أكيد. ابراج في كل الابراج فيها تكون منها، بس تجي من عقده معينه بالصغر. بعدنا عم نقول جرح الطفوله بكون لك هالرغبات، اكثر شيء هيدي الرغبات بالحب، هالجرح بيعمل لك شخصيتك، شخصيتك بتخليك تختاري الاشخاص يلي او مناسبين او مش مناسبين. البنت اون جنرال بالاجمال تختار حدا بيشبه بيا، بيشبه الوالد بكاركتيره بطباعه بطريقة حديثه بكرمه ببخله إذا كان بتصير تفتش على حدا بيشبه بيا بتصرفاته بالإجمال. هلأ إذا هي اندقرت من بيا تنتقم من هالشخص يلي بتشوفه مثل بيا، والرجل إذا كان بحب أمه كتير بيختار مرأة بتشبه أمه بكاركتيرها، يا بيشكر امه عن طريقه يعني بيعملها كثير منيح، يا بيعاقب امه عن طريق زوجته. قد ايه معقدين طبعا الانسان ما حدا يعني الانسان هو مجموعه عقد، مجموعه صفات. اذا الام كانت مثلا كثير خاضعه وخانعه وبيه كان عم بيظلمها، يمكن ينقي مره كمان هيك، بس شو بيعمل؟ بينتقم منها. بقول لها ليش قبلتي انت؟ بس ما بينتقم منها، هو عارف بينتقم من زوجته لأنه هي ما قدر ينتقم من والدته، ما في ينتقم من والدته، بينتقم من الزوجة. مشان هيك بدنا نقول دايما لازم الإنسان بس بده يتزوج الرجل لازم يشوف بي الوالد تبع الحبيبة، والبنت لازم تشوف الأم وعلاقة الشاب بأمه. إذا علاقته بأمه علاقة جيدة بعين أهله كيف هو بالبيت لتعرفي بعدين كيف رح يكون معك مش بالبيت. معاملة بس شو عنده تجاه أمه أو تجاه بيو، بيقدس أمه أو بيمقطها، بيعطيها ثقة أو بيشك فيها. إذا بيشك بولدته بيشك بمرته، بصير قبلك بصير يعني يعمل على يربطهم ببعضه، بيعمل عليها هو العقد تبعه وبفش خلقه إذا بدك بالمعنى الدارج بزوجته. أي متى بيستمر الحب وأي متى بيكتب نهايته بإيده؟ بيستمر الحب إذا صار في تفاهم. أنا بقول الحب هو عبارة عن رغبة، باشن، لهفة، إذا بدك رغبة، بتحبي شخص بتطلعي فيه بيعجبك أو بدي يعجبه للشاب هالبنت، وبيكون عنده لإلا طالما في إذا بدك أسرار، طالما في غموض بيكون مشدود لإلا. بس تصير ورقة طالما في غموض طبعا، طالما في شيء هو بعد ما قدر كمشه أو سيطر عليه، والمرأة كمان يعني فينا نحكي الاثنين. هلا إذا وصل وصار عنده كل الورقة مفتوحة قدامه، الورقة صارت قدامه، ببلش يخف هذا العشق إذا بدنا نسميه. كثير الرغبة الجنسية لها علاقة، يعني الانجذاب الجسدي كثير له علاقة، لأنه بيكون انجذاب عفوي ما بيعرف على شو مبني، منه ما في تفكير، في غريزة، الغريزة كثير قوية. مين هن الأبراج الأكثر شيء شهوانية؟ الأبراج الترابية يعني الثور، الجدي والعذراء اكثر شيء شهواني. بس عاده الرجل هلا بتشوف بدنا نشوف كل رجل شو بحب، عم حضرت لي كل رجل كل برج شو كل بحب. مرأة كيف بدك تجذبيها، كيف بدك تجذبيها، بس بالاجمال الرجل بالاجمال